إن من بغداد الباحث الأمني والاستراتيجي جاسم حنون. سيد جاسم، أهلا بك. يعني هذه العملية لقيادة العمليات المشتركة ونجاحها في استهداف موكب لأبو بكر البغدادي بذاته حقيقة بيطرح سؤال يتعلق وكأن ثمة تقدم، تطور، في شيء تغير في أداء هذه القوات المشتركة إذا قسناها بشهر أو شهرين سابقين. في اعتقادك ما الذي حدث؟ هل هي قوة استخباراتية كانت سابقة؟ هل هناك دعم ما ربما استجد على العمليات أدى إلى هذا الإنجاز الذي نحن أمامه الآن؟ شكرا جزيلا. طبعا التطور الكبير الذي يعني أتى بالمؤسسة الاستخبارية وخصوصا خلية الصقور ليس اليوم، منذ فترة هي نفذت أهداف كبيرة جدا، أكثر من 20 ضربة جوية بمصادر موثوقة، واستطاعت أن تخترق التنظيم وتجعل من داخل التنظيم بعض المصادر لها، وهذا طبعا ما أقلق كثير من القيادات. أكثر من اجتماع وقد ضرب وأكثر من رتل قد ضرب، ولم نشاهد تلك الأرتال بالفترة السابقة التي كانت هي بأعداد، أي اليوم بدأت يعني تأخذ جنبة الحذر يعني تجاوز مرحلة رصدها من قبل هذه الخلية، وعملت أيضا بشكل تام على ضرب كافة مواقع التنظيم بالنسبة للمضافات، مراكز القيادة والسيطرة، مراكز الاستخبارات، عقد التواصل، مراكز التجنيد. هذه الضربة التي جاءت أنا باعتقادي ضربة مميزة وكبيرة جدا لأسباب. أولا اليوم الجميع يعلم بأن التحصينات التي اتخذتها يعني تنظيم داعش منذ أن بدأت العمليات في قاطع الأنبار هي كبيرة جدا بخصوص يعني القيادات الموجودة هناك، وهذا الاجتماع الذي استهدف كان مخطط له ومعد له، هو منذ فجر يوم السبت كان معد لهذا الاجتماع، أي ضرب الرتل وضرب الموقع الذي كان في الاجتماع في منطقة الكرابلة في القائم، وهذه طبعا ضربة مؤكدة وحقيقية. اليوم القيادات الموجودة، يعني ما يميز هذه الضربة، القيادات الموجودة من تنظيم داعش هي 25 من القيادات البارزة والمهمة، وأيضا زعيم التنظيم كان في الرتل، كان هذا يعد أنا باعتقادي يعني إنجازا المكان كبيرا أيضا خلية الصقور، وأيضا تطورا كبيرا. نعم. المكان أيضا الكرابلة، هذه البلدة الموجودة في محافظة الأنبار، بيطرح تساؤل، لأنك أنت بتتحدث عن منطقة تعتبر عقر دار هذا التنظيم بشكل أو بآخر، وإلا ما كانت اختيرت ليكون فيها هذا الاجتماع الحساس بهذا الشكل، وأن أبو بكر البغدادي نفسه يذهب إلى هذا المكان. إذن هي مكان بالنسبة لهم في عقر دارهم. الوصول إلى هذه البلدة بهذه الدقة، ضرب هذا بهذا الشكل، يطرح السؤال الأعم، وهي مسألة تطهير بقى الأنبار أو المناطق التي احتلتها داعش في الأنبار بشكل أو بآخر. سيدي، موضوعة التنظيم انقسم على ذاته منذ فترة يعني ليست بالبعيدة. أغلب القيادات الموجودة تجد فيما بينهم خلافات، بعض المناطق التي سيطروا عليها خسروها بشكل سريع ومباشر، الكثير من القضايا المراهن عليها سياسيا قد فشلوا بها. داعش عندما جاءت إلى المنطقة لم تبحث عن الجغرافيا، كانت تبحث عن الخلافات السياسية، عن المساحات المذهبية، عن بعض الدفع بتمرير بعض المشاريع وإدارة الأزمة في المنطقة، كانت هي أحد أهم الأذرع بهذا الموضوع. عملية وضعها في هذا الوضع الصعب بمسك المناطق وتوفير لهم على أقل تقدير بعض الوسائل لإرضاء الناس، أعتقد أنها فشلت. بدأت تفرض على الأهالي، ومن ثم انبثق من الأهالي مصادر إلى القيادات العسكرية، وأيضا هنالك رافضين، لكن حقيقة سطوة داعش كانت كبيرة جدا عليهم، البعض منهم تجبرهم على العمل، بعض منهم تجبرهم على دفع الأموال، هذا أنتج بعض العناصر التي بدأت تتعاون مع القطاعات العسكرية العراقية وخصوصا مع الجهد الاستخباري. هذه قضية مهمة، وهذا التطور الحاصل في تلك المنطقة، هذه المنطقة كانت تعد من أهم الولايات. نعم. التي هي يتواجد بها تنظيم داعش، منطقة القائم كانت هي الملاذ وهي مركز القيادة والسيطرة لكل قاطع عمليات الأنبار، وهي أيضا عقدة المرور والمواصلة ما بينها وبين الرقة، أي أن القيادات هي متواجدة منذ فترة طويلة بتلك المنطقة. أنا باعتقادي استهدافها ووصول الجهد الاستخباري العراقي إلى تلك المناطق وبجهد عراقي بحت، أنا باعتقادي
اعتقادي خرج عن كافة المعادلة التي كان يراد جهد عراقي بحت. نعم استاذ جاسم، في ارجو يعني ان اخذ الإجابة في عجالة، وهي انت قلت جهد عراقي بحت، الى اي حد انعكس الخطوات التي اتخذها العبادي تحديدا في مكافحة الفساد، إحالة بعض القادة الأمنيين الذين تورطوا في تسليم بعض المناطق لداعش تحديدا، وعلى كان على رأسهم المالكي، إلى أي حد ترميم البيت العراقي الداخلي الأمني العراقي الداخلي ربما كان سببا من أسباب أنه أن نحن أمام نتائج بهذه الإيجابية التي تبعناها في هذا الاستهداف؟ لم تأخذ لحد هذه اللحظة المدايات التي كان يطمح لها البعض بأن تكون القيادات العسكرية التي تركت مواقعها أو كانت تتعامل بداعش مع داعش بطريقة أو بأخرى، أو التي كانت قابعة بالفساد، هي لم لحد هذه اللحظة لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تحاكم، ولم يجرى لها أي شيء. أنا باعتقادي الأمر الذي جعل هذه الانتصارات واقعية وملموسة عملية التنسيق المشترك، فقدان داعش إلى الحاضن. البعض منهم قد عرف داعش في تلك المناطق وعلم بأن هذا التنظيم ليس بنوايا حسنة كما كان يشاع عنهم. كل هذه العوامل والنية الصادقة للبعض الذي بدأ يدفع باتجاه يجب أن يكون العراق يعني بعيدا عن المعادلة السياسية في المنطقة. نحن أصبحنا تحصيل حاصل بالنسبة للقضية السورية، تحصيل حاصل بالنسبة إلى موضوعة الفساد في البلد، عدم اختيار القادة الأكفاء، هذه القضايا التي جاءت بداعش. داعش جاءت بشكل متسلسل ومجزئ، لكنها عندما تمركزت أصبحت قوة كبيرة. اليوم أنا باعتقاد الجهد العسكري والأمني والتحاق أبناء العشائر وكذلك القيادات العسكرية التي بدأت تعرف ماذا تفعل في تلك المناطق، والقيادات الميدانية التي يعني برز لها نجاح كبير، أنا باعتقادي كل هذه العوامل أدت إلى هذه الانتصارات التي نشهدها على أغلب القواطع اليوم، هي المناطق الاشتباك وميادين القتال. أشكرك الباحث الأمني والاستراتيجي أستاذ جاسم حنون من بغداد، شكرا جزيلا لك.